يتغير شكل جسم الإنسان مع تقدمه في العمر ولا يمكن تجنب بعض هذه التغييرات، لكن اختيار نمط الحياة قد يبطئ العملية أو يسرعها. من التغيرات التي تطرأ على جسم الإنسان قصر القامة أو انحناء الجسم مع تقدم العمر، حيث يؤكد الأطباء وخبراء الصحة أن هذا الأمر يمثل مؤشرا لهشاشة العظام. وتشخص هذه الحالة على أساس أن العظام تتقلص مع التقدم في السن وتفقد بعض معادنها لتصبح بالتالي أقل كثافة من السابق، وغالبا ما يحدث ذلك في منتصف العمر الافتراضي عند 30 من العمر. يؤكد أعضاء الكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم والعظام أن اتباع نمط حياة صحي غني بالكالسيوم بنسبة 2200 ميليغرام يوميا فضلا عن النشاط الرياضي المستمر يساهم بشكل فعال بالحد من إمكانية فقدان الطول وانحناء الجسم مع التقدم بالعمر. دكتور، فقدان الطول مع التقدم في العمر هل هي حالة مرضية حتمية أم أنه أمر طبيعي؟ الأول لازم نتكلم عن جسم الإنسان. السبب استقامة الجسم الإنسان والعمود الفقري هو وجود ثلاث كتل: الكتلة العظمية والكتلة العضلية والغضارية. أي تغير في الكتل دي يؤدي إلى تغير في طول أو قصر قامة أو شكل جسم الإنسان. فالأنواع وأسباب التقزم أو الحناء أو انحراف العمود الفقري والهشاشة ده له أسباب كتيرة جدا، في منها الفسيولوجي، دوت يحدث مع تقدم العمر بعد تقريبا بيبدأ بعد سن 30 وبيبقى بوتيرة تقريبا 1 سم تقريبا كل 10 سنين، وبتزيد الوتيرة مع ازدياد العمر والتقدم في العمر. في مجمل عمر الإنسان ممكن يفقد حوالي من 2.5 سم لـ 7 سم. ده الفسيولوجي. أما اللي غير الفسيولوجي أو المرضي ده ناتج عن أسباب كتيرة جدا، من قلة الرياضة، قلة الحركة، هشاشة العظام، أمراض الروماتيزمية، أمراض الخشونة، وكمان السمنة. يعني دكتور عمر، إذا أنا نحكي كلام عملي، أنا اليوم طولي 1.65 متر، يعني عمر 60 إذا كنت معرضة لهشاشة عظام وقصر طول قد يصبح طولي 1.55 متر، بالتالي كيف أحمي نفسي؟ هل يمكن أن أحمي نفسي؟ طبعا تقدر تحمي نفسك. اولا ان احنا نحافظ على الكتل الثلاثه دي، سواء كتله الغضاريف او كتله الكتله العضليه او كتله العظام، ده كله بريفنتبل، ده كله ممكن ان احنا نمنعه. اول حاجه لو احنا حافظنا على الكتله العضليه بان احنا نمارس رياضه باستمرار، تغذيه العضلات باستمرار، اهتمام بالاكل الصحي، ممارسه الرياضه، كل دوت بيؤثر وبيزود الكتله العضليه. زياده الكتله العضليه بيؤدي فيما بعد ان انت شكل الجسم بيختلف وقوة العضلات بتختلف، مما يمنع حدوث الانحراف أو الانحناء أو التحدب أو القصر القامة. بالنسبة للغضاريف، لو احنا حافظنا على الوزن المثالي واهتمينا بالتغذية وممارسة الرياضة، أكيد طبعاً يمنع حدوث الهشاشة والخشونة، مما يمنع برضو تغير في جسم الإنسان.